أعزائي المشاهدين، في كل مكان بنحبكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. توقعات الأسبوعية من يوم 27 أغسطس ل 3 سبتمبر، 27/8 ل 3/9. توقعات برج القوس الأسبوعية، هتلاقي لأنك تتقرب بسرعة من الأشخاص اللي بيظهروا في حياتك. هيبقى عندك وقت عشان تناسب تطوير جميع الاتصالات اللي هتبقى مفيدة بالنسبة ليك خلال الأسبوع. هيبقى في فرصة مواتية جدا عشان تحقق شؤونك ومخططاتك، اللي هتبقى عندك وقت مناسب عشان تطور دعوة قضائية لصالحك. هتحل قضايا قانونية فيها تغيرات وفيها اتصالات مع مؤسسات الدولة. خلال الأسبوع ده هتواجه مفاجأة سارة جدا، هينشأ صراع مع امرأة مش بالضرورة يبقى قريبة منك، لكن خلال الأسبوع دي هتبقى عندك مخاوف بتتعلق بصحة حد بيقرب لك. كل الأشخاص اللي بيعيشوا في مدينة تانية هيبقوا حاضرين أكتر في كل شؤونهم المالية. لو تلقوا أموال هيقوموا بتوقيع العقود مع البنوك والمؤسسات الائتمانية واللي من كل ده. لو ما كنتش متأكد من حاجة هتطلب المشورة ومعلومات إضافية أكتر في حياتك خلال الأسبوع. هيبقى عندك علاقات ومسؤوليات حساسة جدا مع الأطفال والشباب، هيتعين على البعض منكم إنهم يهتموا بصحتهم أكتر ويبقوا جادين أكتر. محتمل إنه يكون عندك بعض المخاوف، لكن من الأفضل إنك تستشير الطبيب عشان تحصل على تشخيص أو نصيحة مهنية. هيقوم كل الأولاد بأنهم يوسعوا دايرة أصدقائهم ومعارفهم، وصحتهم اللي بتعتبر غير مستقرة رغم شبابهم هينتبهوا لنفسهم أكتر، وهيميل الرجال لكتير من التفاؤل والتطوير في مشاريعهم وخططهم. وهيكون الأسبوع مناسب للسفر والتنظيم اللي انت بتنوي انك تقوم بيه. وهيخطط النساء النهاردة لأفعالهم يوم بعد يوم، هيميلوا انهم ينظروا لمستقبل بعيد لأنك هتدرك أهمية الحاضر وهتطور كل شؤونك بشكل طبيعي، بس حاول تتجنب المخاطر اللي ممكن تبقى بتصدك.